وأولى برامج المبادرة الوطنية هدفها الأساس تدارك الخصائص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الأقل تجهيزا. المناطق الجبلية تبدو من بين الأكثر نقصا، وحتى ما ينجز فيها من بنيات لا يمر وقت طويل حتى يتهاوى، كما هو الحال في جامعة أيت ماجدن بإقليم أزيلال التي باتت في واجهة الأخبار بسبب قنطرة هي شبه منهارة الآن بعد وقت قصير على افتتاحها. القنطرة تعتبر شريانا حيويا يربط بين دواوير الجماعة، ومشهدها أثار استغراب الرأي العام. روبورتاج لحسن هبان عدنان صيلاني. ذاع صيت هذه القنطرة بجامعة أيت ماجدن بإقليم أزيلال واكتسبت شهرة على الصعيد الوطني بعد انحناء جزء منها نتيجة جرف مياه وادي الأخضر للأتربة من تحت أساساتها، رغم أنها لم تعمر طويلا، فأصبح ما كان قريبا بالنسبة لهؤلاء السكان بعيدا الآن نوعا ما. ولكن حامل الواد بنادم كيبقى له حتى يرجع الواد، وبنادم اللي جاي من هذا الجهه تيبقى حتى هو حتى يرجع الواد. ولو حنا دابا الا ما تصلحت لها هذه القنطره غادي نبقاو هكا كومبال، وكنطلبوا من الدوله تعاود لنا هذه القنطره. الاهميه ديال هذه القنطره هي العمود الفقري ديال هاد الدوار هذوك كلهم. علاش؟ لانه تيكونوا العيالات مثلا تيبيو يولدوا خصهم القنطره، الا ما كانتش هذه القنطره شحال من واحد دروكا شحال من دري تيضيع بسبب هذه القنطره هذه قبل ما تكون. وبالنسبه لدروكا كاع هي كاينه ولكن هي طاحت. لم تعد هذه القنطرة تتحمل الآن الأوزان الثقيلة، فيعبرها السكان راجلين أو على ظهور دوابهم. تقول السلطات المعنية بأن الإجراءات الإدارية وطلبات العروض اكتملت، ومن المقرر إعادة تأهيل هذه القنطرة في القريب العاجل. والسلطات الاقليميه دارت واحد المبادره باش حنا غادي نحيدوها، ولكن تدخل ديال المواطنين طلبوا من السلطات باش تبقى هذا الشيء غير للراجلين اللي يستعملوها الراجلين بدون الفيكيل. خصنا لها واحد المبلغ ديال 450 الف درهم اللي كان عطى مكتب الدراسات باش غادي نرموها ونعاودوها. ولونسينا المارشي وفتح الاضرفه غادي يكون نهار 3/10/2019. ومن المرتقب أن تنتهي أشغال إعادة تأهيل هذه القنطرة التي ستنطلق قريبا مع ما تم هذه السنة. الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه القناطر في إقليم أزيلال الذي يتسم بوعورة تضاريسه ترتفع، خاصة مع اقتراب موسم البرد والثلوج.